صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في، حان موعدكم مع فقرة بيتس، واليوم الحلقة مخصصة للأدوبشن أوف دوغز أو تبني الكلاب والبيرسونال إنيشيتيفز أو الأشخاص اللي بيقوموا بمبادرات شخصية لمساعدة الكلاب. رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع كيم فرانسيس ضيفتي. أهلا وسهلا فيك كيم. هاي جيسي، كيفك؟ جود. وأنت؟ مثل ما قلت بالانترودكشن، اليوم الحلقة مخصصة للأدوبشن أوف دوغز وللبيرسونال إنيشيتيفز، شغلة أنت عم بتمارسيها صار لك فترة زمنية، ومش كتير كتار الأشخاص يلي بحبوا أنهم يضيعوا طاقتهم ووقتهم كرمال يساعدوا كلاب أو بسينات بحاجة على الطرقات. أغلب الأوقات منجرب نتكل على الجمعيات. الخبر اللي بدنا نبلش فيه بالأول، يلي هو خبر حلو كمان، في معنا فيديو عن هالخبر، هو بأمريكا وتحديداً بكاليفورنيا طلع الأسبوع الماضي قرار. هالقرار بيمنع أنه البيت شوبس أو محلات اللي بيبيعوا الحيوانات يبيعوا بيور بريدز أو حيوانات أصيلة متاخدة من أشخاص بيعملوا بريدينج، وبس بينباع الكلاب والبسينات والأرانب يلي هن من شيلترز أو من الجمعيات اللي بتهتم بالحيوانات. إذا الفيديو ردي فينا نشوفه سوا. This morning, getting a purebred puppy at California pet stores will soon become impossible. A controversial new state law making it illegal for pet stores to sell dogs, cats, and rabbits from any source other than a shelter or rescue group. The problem is puppy mills, and this law is specifically targeting shutting down and not supporting puppies being manufactured in unsafe, unsociable, and horrific conditions. The first statewide ban in the country, the law doesn't go into effect until 2019. And while consumers will still be able to buy purebreds directly from breeders, the American Kennel Club is standing up against the law, saying it not only interferes with individual freedoms, it also increases the likelihood that a person will obtain a pet that's not a good match for their lifestyle, and the likelihood that that animal will end up in a shelter. But many pet advocates are happy with the ban. Over 200 cities and counties across the country already have ordinances like this on the books. And when Albuquerque, New Mexico implemented a similar law, shelter adoptions rose by 23% and euthanization of pets fell by 35%. This is a great law. California is setting the standard and elevating the status of pets in society. اليوم كم بالوقت اللي كاليفورنيا عملت هالقرار رح يبلش تطبيقه بال 2019، في كتير أشخاص عارضوا القرار لأنه اعتبروا عم نتعدى على القرار الشخصي. يعني اليوم إذا أنا فرد وعبالي أشتري بيور بريد، ليش بدكم تمنعوني أو تحدولي من هيدا الموضوع؟ بس الواضح أنه لما طبق هالقرار بغير مناطق أو بغير بلدان، زادت الأدوبشن حوالي 25%، وقت الكلاب الموجودين بالرسكيو بالشلترز أو بالرسكيو جروبس قل ب 35%. سو قرار مفيد للحيوانات اللي هن حيوانات بحاجة لمساعدة. آفا اللي هي كلبتك، كلبة عن الطريق، يو ريسكيود هير، خبرينا شوي قصتها بليز. آفا مثل كثير من الكلاب اليوم على الطريق، لقيناها كان عندها كولر، يعني لقيناها مكبوبة. لقيناها بطريقة إنه انعطيت لحدا آخر همه بالكلاب، حتى لها جنازير، موتها من الجوع، من المي. كانت بحالة يعني بعتقد ما حدا بيطلع فيها أو العالم بتخاف منها. يعني اليوم حتى انت بمشي على الطريق، العالم هي وهيك بغيروا جهة، لأنه صراحة السايز كمان تبعها منه صغير، شيز بيج دوغ كمان. بس بدنا نعرف إنه البيج دوغز براسهم مفكرين حالهم إنه هن ذير بيبيز، مزبوط. والسمول دوغز بيكونوا مفكرين حالهم إنه هن ذا بيج بوس. هلا أنا لصراحة ما فكرت مرتين، يعني أنا النهار اللي جيت وأخذتها ما فكرت إنه يي معقول يكون عندها أمراض، يي معقول، بس شفت كلب حرم عم بيتعذب وعم يبكي ولا رح أخذها أنا. آه خلص أوكي. وأخذتها على البيت ولا خبرينا اليوم لما منفكر انه بدنا نتبنى كلب او بدنا نجيب كلب مثل افا، يعني ما عندها الشكل البرفكت، دينايا منهم الدينين الواقفين المزبوطين، منها بيور بريد، على طول منقول انه منه كلب حلو او الكلب ما كثير بيسوى او ما كثير رح ننبسط فيه وما رح يتعود علينا، خاصه اذا منه كلب صغير، يعني منه بابي. هل هالشيء مزبوط؟ هل اليوم الريورد اللي بتطلع لنا من وراء الكلب يلي فينا نقول ميكس او مات، او هل فعلا منه ريوردينج؟
أكيد لا، أنا يمكن كنت مثلهم، يعني أنا قبل كان عندي pure بيشون مالتي وما كنت عارفة شو يعني مات، وما كنت I wasn't aware إنه شو يعني ال mixed breeds وكل هول. بس بتعرفي إنه الكلاب اللي بتنلقى بالشارع هن they're potty trained by nature. نعم. يعني أنا ما علمت شيء، يعني أنا بخليها بالبيت ما بتنزع شيء بالبيت. الكلب عنده إحساس. نعم. بيحس معي انه بيحس انه هو هي واز سيفد، يعني انا هذا اللي بحسه فيه، يعني مثل كانه عم بتقول لك ميرسي لانك خلصتيني مزبوط. من الوضع السيء اللي مزبوط. انا كنت فيه. في كثير عالم حتى بتوقفني على الطريق بتقول لي شو البريد تبعها بدي اجيب مثله. بيكونوا ما بيعرفوا انه انه هي مانا بيور بريد. مزبوط. هلا بدي اقول لك شغله، هي بالبيت شوبس شو بيعملوا التجار؟ بيجيبوا الكلب انجى عمره شهر شهرين، بيعطوه الطعم، بيكون جسمه بعد منه ردي يتقبل شيء، هلا بيكون بعده ضعيف. بيحطوه بالبيت شوب لانه بدهم يعطوا مهله لحالهم ليقدروا يبيعوه، لانه كلب هي لما كان عمرها 4-5 شهور كانت بهذا القياس ديجا. ما حدا بده يشتري كلب بهالقياس. مزبوط، اصلا ما بيساعد بالبيت شوب عندهم كلب هالقد كبير. نعم. بيشيلوه من امه، بيكون بعده الكلب ضايع، ما بيعرف شو شو يعني الانسان، شو يعني الحيوان، انجى بعدك شايلتيله من عن امه. ما بيعرف to interact with other dogs، إنه هي الأم بتعلم أولادها بينهن الأخوة كيف to socialize between dogs. هذا الكلب اللي بتجيبيه على البيت من البيت شوب بيكون عنده separation anxiety، بتعلق بالإنسان، بتركيه لحاله ساعة زمان بينزع على البيت كله. مزبوط. بيكون ما بيعرف how to be potty trained، ما بيعرف يمسك حاله تكن ظهر على الطريق. نعم. بيكون هيدا بلا ما نفوت بكل الكونسبت تبع البريدينج اللي هن بيجوزون بين اخوه. مزبوط. يعني هيدا كل شيء جينات ديزيز واخت بيجوزون سوا ليطلعوا بابيز الزياده، وعم بيطلعوا الكلاب منهم بس هن عم بيركزوا على يلا كاركترستكس مزبوط تبع الكلب، وبينسوا انه في جينيتك ديزيز معقول كمان ينقلوا من اليوم لما منجيب كلب ميكس فعلا صحة بتكون أحسن. بيكون مثل ما قلت الكلب معود يعمل حاجاته أوريدي لحاله، كبر شوي مع أمه، ما فصلناه عن عمر كتير صغير، سو كمان بيكون بالانسد أكتر، متوازن أكتر عقليا وبتصرفاته. هيدا الشغلة اللي هي كتير منيحة. الأهم من هيدا كله واللي عبالي كمان نركز عليه اليوم هو أنه هل فعلا ما الكلب إذا منه بابي، يعني ما عمره شهرين، ما بيتعلق بصاحبه، ما بحب صاحبه، وما بيتعلم من صاحبه؟ أكيد لا. أول شيء ما في شيء بيقول إنه حتى الكلب لو عمره 10 سنين بيضل يتعلم. هلا أكيد أقل، مش لأنه عمره صار أكتر، بس لأنه بهال10 سنين يمكن اللي قضيها معود على تصرف معين، ومش معود إنه حدا يفرجي الطريق الصح. نعم. بس هو كthe brain of the dog لا، في أي عمر يتعلم فيه. اليوم عبالي كمان نحكي شوي عن البيرسونال انيشيتيفز. كثير مرات بلبنان بنشوف كلب منصاب او فلتين ووضعه منه كثير منيح، بنتواصل مع الجمعيات لانه صار عندهم ساتوريشن، يعني ما بقى قادرين يستوعبوا، ما بيتجاوبوا كثير معنا. ففي اشخاص مثلك بيعملوا بيرسونال انيشيتيف او مبادرات شخصيه، واذا انت شفتي كلب مستعده انك تاخديه وتجربي تساعديه. المشكل يلي منوقع فيه انه هالاشخاص اللي بيعملوا مبادرات شخصيه بالاخر بيصير عليهم عبء كثير كبير. اول شيء خبريني ليش بدك انت، بعرف طبعا بدك تساعدي، ولكن انك تحطي هالقد طاقه وهالقد من وقتك لتساعدي كلاب على الطريق ما بتعرفيها والعالم تدقدق لك. هلا بالنهايه مثل غيري، ما في ولا جمعيه وراي ولا شيء، وبعرف الجمعيات اول شيء بلشت مثلهم، كنت دق للجمعيات حس انه ما عم بيتجاوبوا معي، وبفهم لانه عن جد في مثل بتا عندها فوق ال 600 كلب بالشيلترز. نعم. وفي كثير كلاب عم تنكب على الطريق، مش بس ستري دوغز، كمان بيور بريدز بيكونوا جايبينهم ومش يعني بيجوا بيكبون على الطريق، بيقولوا هيدا كلب بدبر حاله. مزبوط. أنا بلشت لأنه أول شيء يمكن من طيبة قلبي أو لأنه شفت شيء مخلوق أضعف مني والعالم عم بتعذبه. يعني إذا فينا نشوف الصور كمان من عندي اللي هن فيهم لا ريسكيوز أنت عملتيهم. مزبوط. عن الطريق. مزبوط. في مثلا كلب كانوا جرينه بالحبل ورا السيارة، طب كيف فيك تشوفي شيء هيك وما not to step in؟ نعم. هون مثلا عم نشوف في كلبه كمان كانوا مقطشين دينايا، والاونر تبعها خليها تاكل دينايا تتكون مور اجريسيف. اوكي. وما بعتقد هذا الكلب ذات لوكس اجريسيف ابدا، ومع البيبيز تبعه. ايه كل البيبيز كمان تبنوا. هون عم نشوف كلب طعموه سكر كثير، صار اعمى، صار عمره 4 سنين وهو اعمى.
وهنا منشوف آفا هي مع الولاد، نشوف إنه بالنهاية شيز أمات كلب من الشارع إذا بديك، بس إنه مع الولاد ما بعتقد في شيء أحسن. اليوم إذا في أشخاص عم بيحضرونا وبدك تشجعيهم ليقوموا بالبيرسونال انيشيتيف ليعملوا الشيء اللي أنت بتعمليه، لأنه المنعاني منه اليوم هو شغلة كتير مهمة، إنه بدقولنا في كلب بليز روحوا شيلوا الكلب عن الطريق، ولا حدا عم بفكر إنه خليني ساعد. كيف العالم ممكن تساعد؟ كيف العالم ممكن تعمل مبادرات مثلك وتقدر تقلل ضغط على الجمعيات وبذات الوقت تكون عم بتساعد حيوانات؟ هلا مش ضروري الواحد يعمل from A to Z، أنا بالنهاية ما عم بعملها من A to Z، أنا في كتير عالم عم بيساعد ساعدوني وكثير عم بحس انه عم بيصير في انه they are surprising me. يعني في عالم يمكن عندها مرتاحه شوي على وضعها فيها تعطي تدفع شوي العمليات انت بيكون الكلب بحاجه. في عالم بتقول انا ماني مستعده يكون اتبنى كلب، بس يمكن فيني افتح بيتي خليه عندي شهرين زمان تا كنت لقيت له ان الترناتيف. في عالم يمكن كلبها توفى عندها كثير اكل بالبيت فيها تعطي هذا الاكل. سو قصص صغيرة ممكن نحن اليوم نقدر نساعد فيها وإنه نكون عم نساعد بالمجتمع بطريقة شخصية ولو على شيء كتير صغير. قبل ما يدهمنا الوقت بس بدي أسألك بعد شغلة صغيرة، قطع معنا صورة، لأن كل الصور اللي شفناهم هم كلاب أنت خلصتيهم وساعدتي إنه نلاقي لهم بيوت، قطعت صورة في كلاب عم بتسافر، هل قد وصلت معك البيرسونال انيشيتيف إنك كلاب تسافريهم لبرا؟ مزبوط. في كلاب يعني قد ما العالم بلشت شوي تتقبل فكرة الأدوبشن بيضل في إنه we want to adopt بس we want to adopt لابرادور أو golden retriever عمره أنجأ شهرين. يعني بيضل في بعد هذا المسكونسبشن إنه الميكس بريد ما عندهم محل، إنه الميكس بريد بيكون محلهم على الشارع. يعني هذا الشيء اللي عم جرب غيره، بس بيضل في كلاب ما فينا هيدا، انه مثلا هذا اللابرادور اللي عمره 4 سنين واللي اعمى اللي بده حدا يبقى معه 24/7. نعم اضطريتوا انه تسافروا لبرا. اضطرينا نسافروا لبرا. انا بدي اتشكر كثير كم فرانسيس على هالمبادرات اللي عم بتقومي فيها، على امل انه اشخاص كمان عم يحضرونا اليوم يكونوا got inspired بقصتك ويجربوا كمان يساعدوا. افا كلبه كثير مهضومه وهي كلبه عن طريق وبتصور ريوردينج مثل حيلا كلب ثاني. ميرسي كثير لوجودك معنا. ثانك يو لك. مشاهدينا هيدا كانت حلقتنا ببيتس، رح ناخذ وقفه كثير سريعه ومن بعدها بنتابع بفقره سينما.